صباح الخير من جنوة، هذه المدينة الحالمة بتعتبر من أهم الموانئ الأوروبية، راح ناخذ لفة فيها إن شاء الله فتابعونا. مرحبا بكم في مرفأ جنوة، هذا أحد المرافق الموجودة هنا. البورت جدا كبير، وجنوة دائما طبيعتها جبلية، فتحصل دائما البيوت منتشرة على الهضاب وعلى هذه الجبال الصغيرة. هنحاول نطلع إن شاء الله في مطل كذا يطل على جنوة كامل، نعطيكم صورة بانورامية منها. بيجو، هذا مثل كرين ليفت يأخذكم إلى أعلى لتأخذوا صورة بانورامية للهاربر والمرفأ وجنوة. تشتهر جنوة كذلك بالأكويريوم، ويعتبر واحد من أكبر الأكويريومز في أوروبا، لكن نحن شكلنا ما راح ندخل الأكويريوم، راح ندخل شيء أفضل في رأيي الشخصي، واللي هو Pirates of the Caribbean. هذه سفينة بنيت في الثمانينات، أتوقع أنها استخدمت في الفيلم الأول للبايرتس، فما هو ما بايرتس أوف ذا كاريبيان، في فيلم اسمه بايرتس واستخدموا هذه السفينة. ممكن تدخلها تأخذ لك لفة. هذه السفينة عن قرب يا جماعة، نشوف إذا نقدر ندخلها. طبعا كل شيء فيها قديم ثمانينات، وهي سفينة حاولوا يصنعوها لأنها تأخذ شكل سفينة قراصنة. من الأشياء اللي ممكن تزوروها كذلك بالقرب من الأكواريوم البايوسفير. هذا البايوسفير هو مشروع مشابه للمشروع الموجود في سنغافورة، لاحظوا عبارة عن نباتات تروبيكال تتغير الإضاءة باختلاف الأوقات، هذه معلومات عنها للمحبين هذه النوعية من الأتراكشنز بالقرب من الأكواريوم وعلى مرفأ جنوة القديم البايوسفير. مرفأ جنوة القديم، هذا تشوفه باللون الأزرق، هذا هو امتداد للأكواريوم، بنوه على شكل سفينة. شدتني هذه البناية برسوماتها مقابل للأكواريوم، بناية قديمة. الرسومات القديمة اللي فيها لا زالوا محافظين عليها. اتجاهنا إلى البلدة القديمة لجنوة ومراكز المدينة، عندهم أكثر مركز مدينة مشهورين فيه. الظاهر السياحة في هذا الوقت ضعيفة، بعض المحلات مسكرة، حالها حال كثير من المناطق اللي على الريفيرا. طبعا للمعلومية جنوة هي البيرث بليس لكريستوفر كولومبوس اللي اكتشف امريكا، رغم انه توفى ومات في اسبانيا لكنه كان مولود في جنوة. واحدة من الكنائس الموجودة في جنوة،
بيازا دي فراري، هذا من أشهر السكويرز عندهم هنا في جنوة داخل المدينة القديمة، بنايات القديمة، الغاز المعماري الروماني، البنك. بيازا دي فراري. من بيازا دي فراري هذا الشارع مهم جدا، شارع تسوق ماركات الغالية. سيتي سنتر جنوة. أكثر في جنوة هذه الأزقة الضيقة وعادة المرتفعات تحصلها دائما يا نزولا يا ارتفاعا، أشبه بسراييفو كذلك بإسطنبول، فهي محاطة بالهضبات والجبال وأماكن مرتفعة ومنخفضة. فحاليا نحن في السيتي سنتر نمشي، تلاحظوا الأزقة. إهداء للمتابعين من جنوة، باقة ورد. شكرا على المتابعة. نخيل إيطالية، حد يعرف إيش نوع هذا النخلة؟ خصاب؟ خنيزي؟ بونارينجا؟ الله أعلم، يمكن هذا خنيزيانو ولا يمكن بونارينجايانو. جنوة من الأعلى، واحد من المطلات ممكن واحد يطلع لها ويشوف صورة بانورامية لجنوة من الأعلى. كورنيش جنوة يشبه كثير كورنيش بيروت عند الروشة. هذا طبعا الكورنيش الجديد. مطاعم مقاهي على هذا الكورنيش. مرحبا بكم في بوكاداسي بيتش، شاطئ بوكاداسي هذاك صغير، هذا يقع على امتداد كورسو دي ايطاليا، شارع كورنيش اللي رويتكم اياه قبل لحظات. جميلة جنوة جميلة، ما حصلنا فيها سواح عرب أبدا، يمكن في الصيف. بحثنا عن the perfect seafood restaurant في هذه المنطقة. إذا ما أكلنا seafood من جنوة من وين؟ أيوة، هذه جلسات على الشاطئ. ايش قلت اسمه انا؟ بوداسيسي بوكاديسي بيتش. هذا هو الشاطئ على صغره لانه مشهور. وهذه المطاعم
ناس متشمسة. بنطلب الحين سي فود وعندنا ضيفة. هذه ضيفة. انتقلت الضيفة. بوكاديسي بيتش. هذا لون لو اقرب سنة ما اظن بحفظها. بوكاديسي بيتش. هذه بعد منطقة نيرفي. بنمر على نيرفي على كوسا دي ايطاليا اللي هو الشارع الكورنيش الجديد. بناخذ لفة كذلك فيه. منطقة نيرفي بالليل. كورنيش. وعدد المشاة قليل جدا. ما حد يمشي غيرنا نحن المجانين. درجة الحرارة 3 درجات مئوية. وهذا البحر. وهذه سيارتنا. سيارة مغامرات. سمارت 4x4.